كابتن صلاح فنيا الاهلي اكتر استقرار، والزمالك بالصفقات اللي عملها الفتره الاخيره بقى في بالمدرب الجديد بقى في شويه هدوء عند جماهير الزمالك في الاطمئنان. العروض مش لسه ما زي ما الناس كانت متوقعه. الناس طبعا كانت مستنيه من اول مباراه فهتشوف فرقه تانية خالص. يعني فنيا شايف حضرتك انهي الاقرب؟ مش الاقرب من حيث النتيجه، لكن فكره السيطره على المباراه والتعامل معاها سواء من كولر او من جوميز. انا ممكن انا احساسي بعد اللي شفته من كولر بيضحك مع اللعيبه مثلا او عشان يهديهم او تبقى حاله نفسيه، ممكن يبقى في خوف من الزمالك للجديد اللي حصل، للجديد اللي حصل. وبالتالي جوميز ما عندوش استقرار في التشكيل ولا في اعداد اللعيبه، التشكيل الناس المثالي اللي احنا ممكن نشوفه بكره، لان هو غير كتير في الماتشات اللي فاتت وكان بيشوف اللعيبه الجديده، وبدليل قعد ناس في القاهره من الناس الجديده. وبالتالي مش عايز اخش في نغمه ان ده بقى له ثلاث ماتشات وده بقى له ثلاث سنين، لا. الملعب انا كمدير فني او شريف الناحيه الثانيه اللي هيحط التشكيله الثابته او الكويسه اللي تقائم ضد الفريق الثاني بعناصره الخبره او الجديده هنا او هنا، لان النادي الاهلي والزمالك عندهم نفس المشاكل، اصابات كتير، غيابات، خلاص. الاساسيين في بعض المشاكل زي كهربا وبعدين وسام. النادي الزمالك نفس الشيء، الونش، مين تاني يتعور؟ عبد الشافي وفتوح مش جاهز خلاص، وممكن يلعب. عم هو هيلعب وممكن يلعب زي ما احنا بنقول، ممكن كهربا يلعب. طب قول لي حضرتك التشكيل الانسب من وجهه نظر الكابتن محمد صلاح للزمالك. انا بعيد عن حراسه المرمى، لان هو يعني مش عارف هو هيلعب واحد يعني ماتش وماتش، ولا مقتنع بصبحي مش مقتنع بعواد. يعني هو تقريبا الاقرب، لا الاقرب عواد اللي هيلعب. انا اتمنى عواد يلعب. طيب قول لي لو محمد صلاح هو مدرب بكره، قول لي وراك ايه؟ يلا يبقى عواد، عمر جابر، فتوح، مسلوسي، حسام، دونجا. انا احط دونجا وروقه وعبد الله السعيد وزيزو وناصر ومصطفى شلبي. لا تاني في نص الملعب عبد الله وروقه ودونجا يعني، هو عايز يلعب 2-1. يعني ثلاثة في نص الملعب. ثلاثة ماشي خلاص. ممكن هو يفكر، خلي بالك، ممكن انا بقول لك اهو، ممكن يفكر لاعب زناري باك رايت وعمر في نص الملعب، وارد. ويشيل مثلا الرؤى. لكن ناس فاكره ان مثلا شيكابالا وعبد الناصر يلعبوا في نص الملعب مع دونجا، انا اشك 90% لا. شلبي لازم يلعب. صار شلبي اه مش ناصر ماهر. لا انا قلت شلبي، انا وجهه نظري شلبي الاجهز. يعني الثلاثه انت حضرتك قلت الثلاثه اللي في نص الملعب، دونجا ورؤى وعبد الله. ده لو عايز اللي قدام شلبي وزيزو ومنسي. اما ما يبداش بشيكابالا هتشيل مين؟ مصطفى شلبي. هو شيكابالا هي شمال ولا يمين الاحسن؟ كتير قوي ان يبقى عبد الله السعيد وشيكابالا في الملعب كتير. لا يعني هتشيل زيزو؟ لا طبعا. وبعدين شيكابالا كان متعور الماتش اللي فات، خف او ما خفاش لسه، زي ما تقول انت فتوه، هل ممكن هيكمل يعني اللياقه بتاعته تقدر؟ وخاصة لو لعب بيرستاو مثلا او الشحات، مش عارفين مين يلعب في الاهلي عشان السرعة. فانت لازم تأمن الحتة دي، عشان كده بقول لك ممكن يلعب باتنين لو عايز يأمن الناحية الدفاعية. تمام.